حادثة غريبة من نوعها، استيقظت امرأة عجوز من الغيبوبة بعد شهر من إعلان الأطباء عن وفاتها بسبب كورونا. وترجع تفاصيل تلك القصة إلى 27 من مارس الماضي، عندما شعرت ألبا ماروري جراندا البالغة من العمر 74 عاما بضيق في التنفس، إذ وصلت درجة حرارتها إلى 42 مئوية، مما حدا بأبنائها وأحفادها إلى نقلها إلى المستشفى على وجه السرعة. وفي ذات اليوم أعلن الأطباء في مستشفى غوياكيل عن وفاة المريضة، وأبلغوا أقاربها أنها ماتت عقب دخولها في غيبوبة. لكن ما حدث هو خلط الأطباء بين أسماء المرضى، وأعطوا الأسرة جثة شخص آخر، بينما بقيت المرأة في غيبوبة في المستشفى. وقضى أقارب ألبا ما يقرب الشهر مع رمادي جثة مجهولة في انتظار رفع حالة الطوارئ بسبب جائحة فيروس كورونا لدفن الرماد. وبحسب صحف محلية في دولة الإكوادور، فإن الجدة عادت من الغيبوبة يوم أمس الجمعة لتخبر الممرضة باسمها ورقم هاتف أختها، ليقدم الأطباء اعتذارهم لعائلة ألبا معترفين بهذا الخطأ. وقالت ابنة أختها لورا مورلا: نحن نتفهم ما مر به الأطباء، فتلك الفترة كانت مليئة بالفوضى بسبب العدد الكبير للمتوفين والمصابين. لكن يعتزم أقارب ألبا رفع دعوة قضائية ضد المستشفى لسداد تكلفة خدمات حرق جثث شخص مجهول، ويتوقعون الحصول على حوالي 2000 دولار. وفي المقابل تنتظر الجدة الخروج من المستشفى بعد الإطمئنان على حالتها. ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. أيام 24 عيونكم التي لا تنام.